ومكرمين إذن كلمة على هذا الإيفينمون. هذه حفلة كنديرها الجامعة ديالنا الجامعة الملكية المغربية الصوم والتي جسوي كل سنة لتكريم الأبطال ديالها، وهذا قليل حق الأبطال، لأن الأبطال كيعطيو الغالي والنفيس، ومهما الإكراهات اللي كاينة وكيوجدوا ومجهود الفردي ديالهم، كنتعاونوا حنا وياهم على الحصول على المرتبة العليا. ماشي سهل باش تاخذ مدية ذهبية وفضية ونحاسية، خصك تخدم يكون العمل مستمر للحصول على هاد الألقاب. وهذه المناسبة كذلك هاد الحفلة هي عرس بالنسبة لنا لكي كنتشوفوا مع الصحفيين أصدقاء ديالنا، وكذلك الناس ديال الوزراء والناس ديال اللجنة الأولمبية والأعضاء ديال العصاب وكاع المحبين ديال هاد الرياضة. وكنكون عندنا واحد الصبحية ديال تبادل الآراء، وكنحاولوا نخرجوا بواحد النتيجة إيجابية للنهوض بهذا الرياض ديالنا اللي كنحبوها. هو سبب اعتراف النتائج اللي حصلوا الأبطال؟ تماما 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 تماما. إذن هذا اعتراف، هذا اعتراف وتحفيز لهذ الأبطال ديالنا. البرنامج الحمد لله على مكيدريه كما ذكرت شويه. هذا العام عندنا برنامج حافل. اولا كاين غانا اكرا الافريقيه، ثانيا كاين بطوله افريقيا اللي غتكون في القاهره، ومن بعد غتكون البطوله ديال الشباب اللي غتكون في أرمينيا، والبطولة ديال الكبار غتكون في كازاخستان، واللي هو مهم بالنسبة ديالنا، وخصنا كنتهيو لكلنا لا أطور لا مدربين لا أبطال، وهي بطولة العالم ديال السامبو الشاطئي اللي غتحتضنها البلاد ديالنا في شهر سبتمبر 2024 هذه السنة إن شاء الله.